أما هلا مشاهدينا، فصباح الصحة يلي بنتمناها دائما لكل الأشخاص يلي عم يتابعونا ووصلوا معنا لختام مشوارنا الصباحي مع موضوع طبي جدا مهم. سرطان الرئة للأسف من السرطانات الخطيرة جدا، بالمراحل الأولى يمكن الأعراض ما تكون واضحة، ولكن دراسات عديدة طبية وضحت أنه الأكثر عرضة لسرطان الرئة هن المدخنين، ورغم هيك يا ليلى نسبة المدخنين بتزيد كثير كبيرة، وخصوصا جيل الشباب يعني ما بيقتنعوا انه التدخين هو السبب الاساسي، مثل ما كنا عم نحكي مع الدكتور تحت الهواء انه هو فعلا السبب الاساسي. اليوم رح نسلط الضوء على سرطان الرئه تزامنا مع الحمله العالميه في شهر تشرين الثاني، لنحكي عن الاسباب، الاعراض، طرق الكشف، العلاجات، امور كثير رح نناقشها اليوم مع دكتور احمد نسيب عرقسوسي، استشاري جراحه العامه والصدريه والتنظيريه. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا. بداية خلينا هيك حابين نتعرف نحن والمشاهدين من حضرتك شو بنقصد بسرطان الرئه. سرطان الرئه هو ورم بيصيب الرئتين، تمام؟ هلا هو السرطان الاكثر انتشارا شيوعا عند الرجال، كان المرتبه الثانيه عند النساء، بس النساء ما شاء الله صاروا يدخنوا مثل الرجال، ف سرطان الثدي كان الاول عند النساء، صار هلا كمان سرطان الرئه هو الاول عند النساء، هو القاتل الاول. حوالي 2 مليون اصابه جديده عالميا كل سنه عم تكتشف، شلون تمام الحديث. نسبه الوفيات كثير عاليه عم تكون. هو سرطان القاتل الاول عند الرجال والقاتل الثاني عند النساء. الورم هو يعني خلايا الجسم بشكل عام، يعني رايف الورم السرطان شو هو؟ خلايا الجسم عم تفقد البرمجه تبعيتها منها، فعم تكاثر بشكل غير منضبط غير مسيطر عليه، عرفت كيف؟ ممكن تضغط على الاصابات، تضغط على الاوعيه كذا، فيعني بتعمل مشاكل بالحيز، وبنفس الوقت بتفرز هرمونات ومواد ثانيه، عرفت شلون؟ بتؤدي لانه نقص الشهيه، الانسان نفس كيف يعني احياء تمام الحديث. فيعني السرطان له اكثر من تاثير سواء موضعي او جهازي. خلينا نوضح المسببات بشكل اكبر دكتور، وايضا عوامل الخطوره، ومثل ما كنا عم نذكر تحت الهواء انه كثير انه من جيل الشباب ما بيقتنعوا انه هو التدخين فعلا انه هو مسبب لسرطان الرئه، ومثل ما ذكرت انه النساء صاروا نسبه كبيره التدخين والأدوية. صح دكتور. سرطان 90% من الاسباب يعني عند هي مدخنين. عندنا حوالي 10% بيكونوا مدخنين، بس مدخنين سلبيين يعني، وانهم عم يدخنوا بشكل عادي، سواء انه بالبيت مثلا او بالمكان العمل في ناس عم تدخن فمدخنين سلبيين. دخان رابطته كثير كثير اساسيه مع سرطان الرئه بشكل عام ومع معظم السرطانات، تمام؟ في عندنا العمال اللي بيشتغلوا بالاسمنت، بيشتغلوا بالزجاج كذا، كيف هدول يعني كمان احد الاسباب الثانيه، شلون؟ واحيانا بعض الامراض مثل السل مثلا بتتافق مع سرطان الرئه بالمراحل المزمنه المتقدمه بشكل عام، بس التدخين رابط يعني مهم جدا، يعني علاقه سببيه واضحه ويعني مثبته بشكل منقطع انه لا انه التدخين 90% هو السبب الاساسي لسرطان الرئه بشكل عام. هلا سرطان الرئه بتنقسم بشكلين كبار، يعني انه صغير الخلايا وغير صغير الخلايا. معظم الحالات بتطلع لك انه اللي عم تكتشف عنه هون بسوريا عم تكون متاخره للاسف، عرفت كيف؟ بقى في برامج ثانيه ممكن احنا نكشف بشكل مبكر اكثر. تمام دكتور، يعني لما بلشنا حديثنا عن سرطان الرئه ذكرنا انه يمكن بالمراحل الاولى من المرض ما نقدر نكتشف الاعراض يلي ممكن تظهر عند الشخص، لكن خلينا نوضح اكيد في اليوم دلالات او علامات معينه يمكن ينتبه لها المريض. نحن بشكل عام دائما بنحكي انه نحن سعال استمر اكثر من 6 اسابيع مع معالجه بدون ما يشفى، شلون؟ يعني هذا بيلفت نظر انه لازم تراجع طبيب اخصائي صدريه، تمام؟ سعال عم تفق مثلا مع انه بيكون القشع عم يكون في قشع مدمر، فهذا كان انه بيلفت نظر انه لازم تراجع طبيب. طبعا مو كل ما الكلمه عم نحكيها مو معناته انه هذا فعلا سرطان، بس هذا انه الشيء الوجه انه لازم تروح لعند طبيب، تمام؟ تعامل حديث. نقص وزن غير مفسر، شلون؟ خلال يعني واحد نقص وزنه اكثر من 10% خلال 6 شهور، عرفت كيف؟ نقص وزن غير مفسر كمان بوجه انه الواحد لازم يراجع طبيب. نحن بشكل عام المدخن عادة انه لازم 30 35 سنة نعمل صورة صدر، شلون يعني بتقولوا هي بيس لاين مفجعية، تمام؟ وكل 2 3 سنين، عرفت علي كيف؟ لازم انه نحن نعيد نفس الصورة. هلا في عندنا منا بتقول لك الطبق المحوري عالي الحساسية عالي الدقة، عرفت علي كيف؟
هذا كمان مفروض يكون برامج للسكرين يعني تقصي سرطان الرئه. اكتشفنا شغلات تكون بدايات يعني اوامر جريحه بالمليمتر يعني تمام الحديث. فهي وقت عم تنكشف بشكل مبكر عم تاخذ منها خزعه كذا عم يكون علاجها فعال وعم تاخذ نتيجه. نحن مشكلتنا انه نحن للاسف انه لا عم يكون واحد انه متاخر بالسكرين عم يتاخر اذا صار معه اعراض يراجع فالاسهل انه يكتشف سرطانات كثير متاخره. بس لكن نحن اذا انكشف بشكل مبكر علاج ونسبه شفاء ان شاء الله تعالى عم تكون فوق 90%. ان شاء الله يا رب. خلينا اليوم نحكي دكتور عن التدابير العلاجيه. نحن مجرد ما اكتشفنا انه في يعني شكل غريب على صوت الرئه تعملنا تبقي محوري، التبقي المحوري حددنا شو المنطقه، ممكن تاخذ خزعه عن طريق التبقي المحوري او ممكن خزعه عن طريق تنظير اصابات او ممكن تنظير جم. هذه الخزعه تحدد لنا احنا اذا كان في ورم شو الورم، قديش منتشر، النوع تبعيته منه، شو العلاج تبعيته منه. هلا كثير في دول شيء اسمه نيو ادجيفن كيمو راديو ثيرابي، عرفتون؟ انه احنا عم نعطي حسب الورم شو بياخذ اشعه وكيمياء بتاخذ ثلث الكميه او نص الكميه قبل ما تداخل عليه. هذا قلل كثير من انه تعمل جراحات جذريه كبيره مو بس سرطان الرئه بمعظم السرطانات انه تعطي علاج كيماوي شعاعي قبل ما تشتغل. الجراحه لها دور كثير كبير اذا كان عندنا قابل للاستئصال. في عندنا علاج هدفي هلا كثير بيحكوا فيه شو اسمه تبعون الاورام يعني، وفي علاج مناعي، في عندنا كثير تدابير. بس نحن النقطه الفصل بالكل نحن انه انت يعني تحدد او تكتشف السرطان لا قدر الله بشكل باكر. لما كل ما يعني نحن دائما طول ما انه الورم ضمن فص واحد او ضمن مكان واحد حجمه اقل من 2 سم او 2 ل 4 سم يعني، فنحن غالبا عندنا تدابير علاجيه شافيه ان شاء الله تعالى. اكثر من هيك معظم العلاج عم يكون تلطيفي او انه يعني بس تخفف اعراضها، فهمت علي كيف؟ فنحن كثير دور انه رح نعمل سكرين في برامج هلا عم نحكي فيها كثير انه الكشف المبكر لحتى نحدد اذا في اي تشوه او يعني بالصور الشعاعيه اشتباه ورم كذا، شو نحدد انه شو هو والعلاج تبعيته منه ونعطي تدبير صح بشكل ملائم، كيف مراحل مبكره. كل ما كان كشف مبكر كل ما كان العلاج ناجح وفعال، كل ما كان متاخر لا نحن للاسف عم نكون انه يعني تو ليت يعني، فممكن يعني مجرد تلطيف. فدائما الكشف المبكر هو اساسي صحيح. بكل معظم برامج السرطانات عم نحكي فيها هلا، وهي يعني خطه وزاره الصحه عم تسعى جاهده انه تعامل مع الاكتم على اكتم نوام. اكيد ودائما يمكن بكل موضوع طبي دكتور نحن بنركز على اهميه الكشف المبكر وخصوصا اذا سرطان لا سمح الله، هي الرحله طويله من العلاج والالم. طيب دكتور اليوم عندنا انواع لسرطان الرئه. حكينا في نوعين كبار في تصنيفين كبار، غير صغير الخلايا يعني صغير الخلايا. طريقه العلاج نفسها؟ طيب لا غير صغير الخلايا، لا صغير الخلايا علاجه كيماوي حتما، ما في علاج احسن. هلا غير صغير الخلايا في اكثر من علاج، اكثر من ترتيب تمام الحديث. هلا كفكره اساسيه نحن بنحكي كشف مبكر وعم نحكي علاجات كذا، الاساس هو درهم وقايه خير من قطاع علاج. الامتناع عن التدخين وتوقيف التدخين كثير كثير اساسي يعني، هذا فعال اكثر من اي علاج ثاني او اي كشف. للاسف نحن هلا يعني عم تدلك نسبة الإصابة السرطان عند السيدات زادت كثير، السيدات صاروا تدخن أكثر. عم نشوف هلا صرنا كنا مثلا سرطان الرئة ما نشوفه بعمر ال 50 بعد ال 50، هلا عم نشوف أعمار صرنا بال 35 بال 40 كمان تدخين مبكر كثير كثير. فالتدخين علاقة كثير سببية، توقيف التدخين هو كثير كثير أساسي. وقاية العمال المناجم عمال الإسمنت كذا الوقاية يعني بتفيد كثير إنه نحن ما نوصل لمرحلة التطور إنه وصلنا لمرحلة لا قدر الله إنه بداية تشكل سرطان. فالوقايه الاساسيه هي توفير او يعني قطع التدخين. في كثير برامج هلا كمان حكى فيها كان كيف انه واحد يوقف التدخين، سواء معالج الدواء، علاج سلوكي، علاج نفسي، لحتى انه قلت لك التدخين مو بس مع سرطان الرئه، مع معظم السرطانات، بس سرطان الرئه كثير 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 يعني علاقه سببيه كثير كثير مؤكده. فايقاف التدخين كثير شغله اساسيه. انقاص الوزن كمان في علاقه بين زياده الوزن سرطان الرئه، معظم السرطانات بس سرطان الرئه كمان علاقه كثير مؤكده. فانقاص الوزن، ممارسه الرياضه، غذاء السليم، نحن دائما بنحكي انه غذاء متوازن، مضادات اكسده يكون فيه، فواكه طازجه، خضار طازجه، اقلال الدسم المشبعه، كلها هي بتساعد انه الجسم يصلح حاله بحاله. يعني نحن الجسم يوميا
بصير عنده بالخلايا تبعته انه حوالي 1000 تطور شاذه شلون طفرات يعني، لكن في اليات بالجسم نفسه بتصلح الطفرات هي بتقضي على الخلايا اللي عم تكون شاذه، وما في مراحل بيفقد السيطره فبتطلع خليه بتشذ بتبلش بتشكل ورم لا قدر الله. الغذاء السليم، ممارسه الرياضه، انقاص الوزن، ايقاف التدخين، كلها هي بتساعد الجسم انه يبرمج حاله يعني اذا صار خطا بالانقسام او كذا شلون يصلحه، عرفت كيف، وما يتطور لها شيء خطير. نقول دكتور يعني عوامل الوقايه او الغذاء السليم مثل ما ذكرت الرياضه، هدول لازم الواحد يتبعهم بنظام حياته بشكل عام قبل ما يكون، يعني في اشخاص انه لبعد ما تصير عندهم يعني هي الاصابه بيصيروا انه بدهم يتبعوا نظام حياه صحي. صحيح. ما انت كفكره يعني هلا نحن ما يعني ما بدنا نخوف العالم، بس يعني انت الواحد زي بيمر على مشفى بشوف مثلا معاناه مريض سرطان باي اي سرطان لا قدر الله، فبيقول لك انه لا الشغله كثير مستاهله انه الواحد انه يغير شيء من النمط تبعته. انه نحن نمط الحياه العصري للاسف يعني انه واحد سيارته مصفاه قدام باب شغله ما بيتحرك ولا حركه، على الساعه وجبتين جاهزين ما بده يعني كل هذا الحكي يعني نمط الحياه مو بس عندنا بقى، بس الفكره انه بقى بياخذوا وقت بيمارسوا فيه رياضه، عنده استشارات اخصائي تغذيه يظبط لهم امور. نحن هون يعني الواحد انه بضل نمط حياه عشوائي على التوكل، فنحن انه متاكد يعني بيستاهل الواحد يغير شوي شغلات، هي شغلات كثير بسيطه بس لها اثر كثير كبير، عرفت كيف؟ حتى لو قدر الله لو انصاب كمان تغيير نمط الحياه بيفرق معي، يعني هم ما حدا يقول تاخرنا بس كمان تغيير نمط الحياه بيلعب دور كبير بالوقايه وحتى بالعلاج. اكيد. يعني بالختام الدكتور احمد نسيب عرقسوسي استشاري الجراحه العامه والصدريه والتنظيريه، شكرا لكل المعلومات الطبيه اللي قدمتها واكيد بالصحه والسلامه للجميع. اهلا وسهلا. شكرا لك دكتور وعلى المعلومات اللي قدمتها، اكيد بنتمنى الصحه والسلامه للجميع ويستفيدوا من المعلومات اللي قدمتها حضرتك. تسلمي. اهلا وسهلا.